يعطيكم الصحة والعافية، معكم أحمد بوعريكي. بهذا الفيديو راح أتكلم بس عن ردة فعلي على اللي نوكيا سويته الحين. أعلنت عن تابلت جديد نوكيا N1. إذا أنتم تتابعون السوق راح تدرون أن نوكيا أعلنت عن تابلت يشغل نظام أندرويد. مو أندرويد الخربوطة اللي نزل على نوكيا إكس، لا، أندرويد، أندرويد محترم على قولة قايل. فبتكلم عن تاريخ بسيط عن نوكيا وليش وصلت حق هالمرحلة هذه، وردت يعني وش رأيي عن النوكيا تابلت. أوكي، تاريخ بسيط عن نوكيا. اللي عارفني يدري ان انا من نوكيا، واحد نوكيا، وايد احب نوكيا. عندي كولكشن كبير من تليفونات نوكيا. تليفونات نوكيا طول عمرها كانت يعني تليفونات بالنسبه لي وايد وايد مميزه. كان في تليفون حق كل واحد، شنو انت احتياجاتك راح تحصل تليفون نوكيا، اكيد راح تحصل تليفون نوكيا. فانا وايد احب شركه نوكيا، وايد اقدر شركه نوكيا، وايد متحسف على اللي صار بشركه نوكيا. فاختصار جدا جدا مبسط حق تاريخ نوكيا وشنو صار مع نوكيا. في يوم من الايام، زمن من زمانات، طلع ستيف جوبز على المسرح وتكلم عن الايفون ونجاح الايفون، ان علشان انت كشركه، مو بس الايفون، ابل عامه، لان ابل تصنع حتى لابتوباتها هي بروحها، علشان انت تقدر تسوي لك سوفت وير صحيح لازم انت تسوي الهارد وير بنفس الوقت. عشان انت تسوي نظام تشغيلي يكون 100% صح، راح انت لازم تسوي الهارد وير اللي راح يشغل هالنظام التشغيلي بالطريقه اللي انت تبيها. فهذا اللي هم سووه ابل، هم اللي يسوون الشيب مالت ايفون، هم اللي يسوون الشاشه، هم اللي يسوون البرمجه مالته، هم اللي يسوون النظام التشغيلي ماله، هم اللي يسوون كل شيء. ففكرتهم واحده، اتجاه واحد، ما عندهم هالمشاكل، دعم واحد، عكس تماما اللي قاعد يصير مع اندرويد. النظام التشغيلي من جوجل، الشيبسيت من كوالكوم مثلا، الشاشه من جوريلا جلاس، الكاميرا يمكن سنسر مالت سوني، الباقي شغلات يمكن من شركه اتش تي سي، يمكن من شركه ال جي، يمكن من شركه سامسونج. فما عندك انت توجه واحد، يكون كل شيء مصنوع حق شريحه وايد كبيره، فالتركيز يضيع. مو نفس ان انا اصنع شيء واحد حق شغله واحده راح ابدع فيها، راح يكون هو هذا الشيء اللي بيشغل عليها كل شيء. ففي المقابل احنا نشوف شلون اندرويد قاعد يقايش مع ابل. تخيلوا لو جوجل تنزل تليفون واحد من السنه مصنوع من جوجل، مو نكسس، لا، مصنوع من جوجل. جوجل هي اللي تسوي الهاردوير، هي اللي تسوي الشيب، هي اللي تسوي السوفتوير، هي اللي تسوي كل شيء، كان مسلمني على ايفون. فبالمقابل هذا قاعد يصير، واحنا قاعد نشوف اندرويد شلون قاعد يقايش. ليش قلت لكم عن هالشغله هذه؟ لان قبل ايفون كان في شركه تسوي هالسياسه هذه، هي شركه نوكيا. هذا نوكيا N95، تليفون الطيبين على قولة القايل. شنو اللي يميز نوكيا؟ ليش انا جبت طاري الان 95 بالذات؟ الان 95 نوكيا هي اللي سوت الهاردوير مال الجهاز، هي اللي سوت التليفون، هي اللي سوت النظام التشغيلي، هي اللي سوت كل اللي موجود بالتليفون. فلما سوتها كان عندها وجهه وعندها اتجاه واحد، وعارفه شنو تبي تسوي وشنو اللي تبي تطلع من هالتليفون. فما كانت مشوشه، ما سوت الشيبسيت اللي راكب على الان 95 انه يركب على تليفونات ثانيه، فكانت مصممته بس حق الـ N95. نفس لما ابل سوت شيبسيت حق الايفون 6، مصممته حق الايفون 6. لما سوت الشاشه قالوا يبون يسوون شاشه 2.6 بوصه يركب بس حق الـ N95، ريزولوشن ماله 320x240 بس حق الـ N95. ما سووا شاشه 5 انش تركب على الـ LG وتركب على ما، سووا شيء واحد حق جهاز واحد. فلما انت تستخدم هالطاقة هذه كلها على شيء واحد، أكيد راح تبدع فيه. هذه السياسة نوكيا كانت تسويها قبل، والحين أبل قامت هي تسويها، وممكن الحين مايكروسوفت هي تسويها عقب ما شرت الموبايل ديفيجن مال نوكيا. نوكيا تسوي لك هاردوير وايد وايد قوي. لما جت هي الحين غصت بسيمبيان، أنا ما راح أشتغل على سيمبيان. طبعًا بذاك الوقت لما قررت، سيمبيان كان أوريدي لها شريحة بالسوق أكبر من أندرويد وآي أو إس مع بعض. شريحة أندرويد وآي أو إس ما يقايشون مع شريحة سيمبيان بذاك الوقت. بس لما هما يو اتفقوا أن هما يبون يتطورون ويتماشون مع اللي قاعد تطور اللي قاعد يصير، يبون يسوون نظام تشغيلي يكون مرافق لللمس، مرافق حق المطورين، علشان يقدرون يسوون برامج ويسوون اتراكشن حق الكاستمرز والديفلوبرز بنفس الوقت، وينزلون تليفونات تكون ماس ماركت نفس الاندرويد ونفس الاي او اس. ذاك الوقت نوكيا كانت قاعد تشتغل، او نظام تشغيلي كان شغال على تابلت. نوكيا طبعا كانت تسوي تابلت قبل وايد شركات موجوده بالسوق. قبل الايباد كان في تابلت من نوكيا، بس مو مينستريم نفس الايباد. ايباد طبعا التابلت مالها هو اللي خلى التابلت يصير مينستريم، ما انقد عليها شيء ولا انا انفي الشيء هذا. بالعكس، لو الايباد ما صار من شركه ابل كان يمكن للحين احنا ما عندنا شيء اسمه تابلت، وانه يكون يعني عليه اقبال لهالدرجه بالسوق.
فالنظام التشغيلي اللي كان شغال على التابلت مالت نوكيا قبل هو البيس مال لينكس نفس البيس مال نظام التشغيلي مال اندرويد. النظام التشغيلي ماله كان يعطي نوكيا اوبشنز زياده ان هي تسوي النظام التشغيلي يكون رفيق لللمس اكثر لانه هو اساسا كان تاتش. فعكس تماما لما انت تاخذ نظام تشغيلي ما كان تاتش وتحاول انك انت تحوله لتاتش فيمكن ما يشتغل بالطريقه اللي انت تبيها وما يصير عليه الاقبال اللي انت كنت متوقعه نفس ما سووا بسيمبين لما غيروا نظام التشغيلي مال سيمبين من عادي لتاتش. فبالمقابل شنو طلعوا؟ طلعوا نظام تشغيلي جديد اسمه ميمو 5. الميمو 5 نزل على نوكيا ان 900. من يذكر هالتليفون؟ ناس وايد يمكن ما شرت هالتليفون. انا من الناس اللي سافرت علشان تشتري هالتليفون. من صدقي سافرت رحت ورديت نفس اليوم عشان اشتري التليفون. فالنوكيا ان 900 لما نزل هذه كانت وجهه جديده حق نوكيا ان هي خذت النظام التشغيلي اللي يشتغل على التابلت اللي ما كان حتى يدعم غير الواي فاي، ما يدعم شيء يعني ما يدعم الشرائح، ما تقدر تركب عليه شريحه، وسوت اول تابلت يدق تليفون نظام تشغيلي ماله من لينكس ميمو 5 نوكيا 900. فحركه وايد حلوه منهم. طبعا التليفون ما كان له قابليه او اقبال لان اول شيء التليفون كان ما يشتغل الا بطريقه الافقيه، بعدين نزلوا له ابديت عشان تقدر تستخدمه بطريقه عموديه. السوفت وير الموجود بالتليفون كان وايد وايد عالي. معلومه للجميع، Angry Birds نزلت على الآيفون بعدين نزلت على النوكيا N900 قبل تنزل على أندرويد نزلت على النوكيا N900. فالسوفتوير ماله كان وايد قوي وايد جبار. طوروا زيادة عليه ما هدوه، طوروا زيادة على الميمو 5 مع شركة انتل ونزلوا تليفون جديد مرة واحدة وما نزلوا غيره وهو النوكيا N9 عبارة عن بروجكت مشترك ما بين انتل وبين نوكيا ان يسوون تليفون يكون من لينكس اوبن سورس ويدعم نظام تشغيلي جديد. بس النظام التشغيلي اللي فيه اوريدي كمطورين ما لازم يسوون كودينج مختلف علشان ينزلون برامجهم اللي اوريدي موجودة على السيمبيان منها الان 95 وغيره علشان تنزل هالبرامج على النوكيا انان. بس ليش ما نجح هالشيء؟ لان ستيفن ايلوب وهو مدير التنفيذي بذاك الوقت مع شركة نوكيا طلع وقال ان النوكيا N9 راح يكون اول واخر تليفون يدعم نظام تشغيلي مال ميجو. احنا ما راح نسوي دعم حق هالتليفون وما راح ننزل التليفون بكل مكان، احنا راح نخصص بحدود 100,000 حبه وراح ننزلها بالاسواق الناميه، ما راح ننزلها بالاسواق اللي اوريدي ماتشورد منها امريكا وشكرا. ما يبي لها حكي، يعني انت قاعد تطلع تقول انا بسوي تليفون على نظام تشغيلي ما راح ادعمه وما راح انزل كميات وهذا اول واخر تليفون. فانا كمستخدم ليش اشتري التليفون من شركه اوريدي قالها انا ما راح ادعم هالشيء؟ وانا كمطور مبرمج واسوي برامج ليش اسوي برامج حق نظام تشغيلي ما راح ينزل الا على تليفون واحد ومن شركه اوريدي قالت انا بفلها ما راح اسوي شيء؟ فانت ذبحت التليفون قبل اصلا تنزله بالسوق. هذه طبعا كانت استراتيجيه من ستيفن ايلوب. النظام التشغيلي الوحيد اللي ممكن تستخدمونه ما راح يكون مصنوع من نوكيا. فهذه الحركة ما كانت مصالح نوكيا بس مصالح مايكروسوفت. يعني لما سوت نوكيا هذا التليفون بالذات هذا التليفون سوت شغلة اسمها كيرد ديسبلاي، الشاشة تكون مقوسة علشان هو الفيتشر مال التليفون او النظام التشغيلي مال التليفون ان انت تستخدم سوايبس. فلما انت تسوي سوايبس ما راح تحس ان التليفون يعني على قولتهم شارب او ان التليفون حاد. فالنظام التشغيلي والمصنعية مال التليفون وايد متوالمين مع بعض، وايد يرهمون على بعض. صار الحين القرار ان احنا يا نسوي نظام تشغيلي مايكروسوفت يا نظام تشغيلي اندرويد، ومشوا مع مايكروسوفت لان بكل بساطه اعطاهم 1 بليون دولار. 1 بليون دولار مليار قاعد تحت مو مليون، مليار بي على قولتهم بالبي 1 بليون دولار. قاعد تكلم انت عن شركه مايكروسوفت تاخذ فلوس من سامسونج من اتش تي سي من ال جي من اي شركه تبي تنزل نظام ويندوز تاخذ منه لايسنس فيز عشان تنزل النظام على تليفوناتهم. بالمقابل راحت حق نوكيا قالت لهم هاكم هذه 1 بليون دولار تكفون سووا نظامنا على تليفوناتكم. وبالمقابل اندرويد ما تاخذ فلوس من الاو اي امز اللي يصنعون تليفوناتهم، ال جي سامسونج هذول ما يدفعون فلوس حق جوجل علشان ينزلون نظام اندرويد على تليفوناتهم. اوبن سورس بروجكت، تبي روح دش androiddevelopers.com انسحب الكود وسوي البرنامج النظام اللي انت تبيه على الاندرويد ما عندهم مشكله.
سياستهم الحين تغيرت من ناحية إنه في برامج معينة لازم تحطها. لو تلاحظون الحين تليفونات الجديدة كلها لما تشغلها يقول لك powered by Android، قبل ما كانت موجودة. الحين في شغلات معينة لازم تستخدمها، ما تقدر تستخدم مثلاً براوزرات معينة يلزمونك تستخدم كروم، أو إن أنت ما يصير تشيل كروم لازم تخليه موجود. يعني خلوك أنت تتقيد بشغلات معينة انك انت تستخدمها بالتليفون عشان يبين البريزنس مالهم، لان بالنهايه شلون جوجل تستفيد منك انت تصنع تليفون اندرويد؟ السيرفيسز والخدمات اللي بتستخدمها على النظام بتكون 100% متطابقه مع جوجل، لان النظام التشغيلي من جوجل، ولان السيرفيس راح يجيك من جوجل، فالايكو سيستم مالك كله راح يكون اكسبيرينس من جوجل. فلما نوكيا راحت الحين سوت تليفونات مع مايكروسوفت، ستيفن ايلوب بسنه 2011 بالورلد موبايل كونغرس البرشلونه شهر 2 بالذات، هذا اليوم ما راح اذكره لان هذا اليوم اللي قلبي طاح ببطني خلاص، دريت ان نوكيا ما راح تسوي تليفونات اندرويد، مع انك انت انا وايد وايد اتمنى ان نوكيا تسوي تليفونات اندرويد، من كذا ما كنت مستانس اصلا انهم بيطلعون بيعلنون. كنت حتى يعني قاعد اقول ان اشكره بيطلع بيقول نوكيا، واشكره نكسس هالسنه راح يكون من نوكيا. ف العموم قدر الله ما شاء فعل، هذا اللي صار. طلعوا وقالوا ان احنا راح نسوي تليفونات مايكروسوفت، وان مايكروسوفت الحين مع نوكيا راح يسوون ايكو سيستم جديد، وراح يصير على قولته 3 هورس ريس ما بين نوكيا ومايكروسوفت وجوجل واندرويد وابل والايفون مالهم. طبعا هذاك يوم واليوم يوم، ونوكيا الحين راح اسمها اختفى، ما قلنا نشوفه على التليفونات. شفنا اخر تليفون نزل من مايكروسوفت صار على الليبل مال مايكروسوفت، واللوميا 530 و535 نزل من قبل كم يوم، وما راح نشوف علامه تجاريه مالت نوكيا على التليفونات ل 31/12/2016. مده طويله. بس اللي ما كنا متوقعينه هو اللي خلاني انا اسوي هالفيديو. نوكيا اعلنت عن تابلت نوكيا N1 ويشتغل على نظام اندرويد. اندرويد شبه خام. يستخدم طبعا لونشر اسمه نوكيا زي لونشر، نزل بشهر 6 كان بيتا، ولحم بيتا اذا تبي تسحبه تقدر تسحبه من الانترنت كاي بي كي فايل وتسوي له سايد لود، بس ما راح تحصله يمكن بالجوجل بلاي ستور لانه هو نازل على جوجل بلاي ستور مال امريكا. النظام التشغيلي ماله مثل ما قلت لكم 5.0 اندرويد لولي بوب. حجم الشاشه مالته 8 انش تقريبا، مصنوع من الومنيوم. شغله لازم تعرفونها ان شركه فوكسكون هي اللي صنعت الجهاز، هي اخذت اللويالتيز من نوكيا علشان يصير البراندنج مال نوكيا موجود على الجهاز، بس هذا مو معناته ان نوكيا مو هي اللي مسويه الديزاين. نوكيا هي اللي فعلا سوت الديزاين مال الجهاز، ونوكيا هي اللي اعطت الاوكي من مصنعيه والمعادن. اسم نوكيا ما ينزل على اي شيء، فيعني نوكيا وايد وايد شددت على شركه فوكسكون ان هي شنو الشغلات المعايير اللي هي تبيها عشان تنزلها على الجهاز. بالمقابل النظام التشغيلي ماله اندرويد مثل ما قلت لكم، حجمه راح يكون 8 انش، فانت قاعد تتكلم ما بين يعني حجمه راح يكون منافس الدرجه الاولى حق الايباد ميني، بالذات الايباد ميني 3 اللي طبعا هو يمكن افشل ابديت سوته ابل حق اي منتج هي سوته. شنو الفرق بين الايباد ميني 2 والايباد ميني 3؟ لون ذهبي والبصمه بس. يعني ما تعبوا روحهم، حتى لو تلاحظون مؤتمر اصلا مال الايباد ما تكلموا، شكلهم كانوا مستحين. فعموما تابلت راح ينافس بشكل مباشر الايباد ميني. طبعا ردوا الاسم الان مال الان سيريز. ليش نزلوا هالاسم؟ ببساطه الديفيجن مال نوكيا الموبايلز شركه مايكروسوفت، وممنوع ان نشوف علامه تجاريه مال نوكيا على تليفونات ليه الفتره اللي انا قلت لكم اياها، ليه اخر سنه 2016. بس علامه تجاريه مال نوكيا ممكن تكون على تابلتس، ممكن تكون على ساعات، ممكن تكون على كمبيوترات، ممكن تكون على اشياء وايد، لان الديفيجن اللي هم اخذوه بس مال التليفونات. فنوكيا الحين انا لا اتوقعه راح تشد حيلها وايد بالتابلتس باندرويد وتهيئ روحها، لان لو تشوف السلوجن مال الموقع مالهم لوكينج اهيد، قاعد نشوف نظرتنا صارت لقدام، انطقوا تعلموا دروا وغلطوا وغلطه عوده، ان هم الحين بيشوفون نظره لقدام، يهيئون روحهم، يسوون لهم اسم، استابلش التراست اللي يمكن خسروه من ناس وايد، علشان اللي خلصت المده اللي هم ما يقدرون يسوون فيها تليفونات يردون يسوون تليفونات اندرويد، يرجعون بقوه. أأمل من كل قلبي ان من هنا لذاك الوقت جوجل ما تبيع اندرويد على سامسونج، ذيك الساعه انت وهق. يعني ان شاء الله ان اندرويد يتم عند جوجل والتطور يصير، هذا انا اتوقعه واتمناه بنفس الوقت. فعشان كذي الحين احنا شفنا اندرويد تابلت من نوكيا، نوكيا ان 1. راح احط لكم بالكومنت تحت معلومات عن الجهاز من الموقع الرسمي مال نوكيا. بس بغيت اتكلم عن نوكيا ومصير نوكيا وشنو صار بنوكيا وعن الجهاز نوكيا ان 1. راح ينزل الجهاز باول سنه 2015. الجهاز طبعا في مواصفات وايد حلوه، الشيبسيت الكواد كور 64 بت، الرام ماله 2 جيجا بايت رام،
اندرويد لولي بوب مثل ما قلت لكم، كاميرا خلفيه 8 ميجا بكسل وكاميرا اماميه 5 ميجا بكسل. الجهاز يدعم الواي فاي، ما قالوا اذا في جهاز راح يدعم ال LTE. الجهاز يدعم المايكرو يو اس بي بس مسوينه ريفرسبل نفس الابل. هذه حركه وايد حلوه، كان زينو كل يعني انا قلت الكلمه بالفيديو مال الايفون 6 ان انا استانست لما استخدم تليفونات ابل، استانست لما احط التليفون على الشاحن ان التليفون باي طريقه تركبه يركب الشاحن. هذه الشغله مو موجوده بالمايكرو يو اس بي بالتليفونات اللي موجوده حاليا بالسوق، بس نوكيا سوت طريقه وبوشت حق التكنولوجي حق فوكس كان انه يسوونها، ان انت تركب الشاحن مايكرو يو اس بي باي طريقه التليفون راح يشحن. وايد انا مستانس على الحركه، ان شاء الله نشوفها بشركات ثانيه يسوونها وتليفونات ثانيه. فهذه كانت نظرة سريعة أو مو نظرة سريعة، رأيي حق اللي صار. وسلامتكم وتعيشون، يعطيكم صحة والعافية، سامحونا على الإطالة، معكم أحمد عركي، فما الله الكريم.